مره من المرات انت ركبت الطياره تتخاف اول شيء من الطياره؟ اوف احلف والله ما احبها. لازم احلف؟ بس والله ما لا انا هاي كلمه لما كويتين قلت احلف قال احلف على طول احلف إيه. ف وانت جاي من البحرين إيه. اول شيء انت ركبت طياره غلط صج ولا احترقت ولا؟ لا هي مو غلط انا عارف ايش بتوصل إيه له عطنا القصه انت مو هذا فحك حجاب ايش قاعد اقول لك ما كل حجاب هو اللي ينبش وحتى فتره حتى بصلوح إيه. المهم ام خالد احنا رحنا البحرين انا معاها زين كانت عشان تقول ما خلصت اسمه تسوق اي بتسوق زود قلت لها مش وين تبي بس ورانا طياره خل نروح العصر احنا الكويتي يحكلونها لاخر لحظه الحلقه اي اي زين اشوي انك معي انت عندنا عندك خير اي تقول لي انا بشري ما قصرني شيء وكذا تدي عندهم سوالف زينه قلنا يلا وشلون كان تقول لها نحول على طياره ثانيه قلت لا اوكي على الكويتي احنا يعني وصلنا نحول على طيارة ثانية سهل ما تدفع زود مثل الحين كذي ايام سهالة رحنا والله الخطوط تحولنا متى الطيار رد الساعة 9 بالليل ما ادري 10 بالليل هالمحاري خلصنا تسوقت خذت اللي خذت المقسوم قلنا يلا ركبنا خذينا جناطنا احنا ركبنا ما بقت آية ما قريت ما بقى شيء ما شمل بالطيارة هي الطلعة هذه هي اللي تخليني أريد بس الحمد لله ما كل شيء تطور وصلنا انا وانا قاعد هني طرف معي ام خالد ومعي بس ولدي خالد ما عندي عيال ما عندي الا خالد تخطرفون رايحين رادين بطلوا هذه ما لا تسمونها ذي وربطوها مش عارف كذا رايح انا هني طقتني الريفه ايش فيكم كان خمط لي واحد منهم من هذيل المضيفين قلت له ايش السالفه؟ شو اقول له الكويت كاهي ترى كايف شفناها الكويت قلت ايش فيكم اسم ما شر شو اقول لها ترى بنرجع للبحرين شو رجع البحرين شو اقول والله عندنا المحرك اليمين هذا احترق هذا والله العظيم زين ليش المطار هذا اقرب ليش ترجع البحرين بسم الله قلت ايش بشكم تردون طبعا الكابتن تكلم مش نتكلم ظاهر حسب حسب امكانياتهم ظاهر ايه اهم انا هني تبريت خلصت انا قمت اصل قمت اوصي قمت اتحكى ما خلي قمت اسوي والله العظيم ماكو شيء وانا قاعد معي قلت بس خلصنا بعد لا اسم لا شيء لا عيال ماكو غير ولدي اللي معي وانا ويا مرتي ردينا البحرين مره ثانيه شي يقول نطرونا بس على ما نصلح ذي الجهاز ونغير شيء وانت كذا قلت بل والله ما قعد فيها ولا دقيقة ولا ساعة نزلوا جناطي يلا حرك نزلوا جناطي وقال ردوا ما يسقط والله نزلوا جناطي بتودونها ودوا جناطي كيفكم